الله من أحب حسينه. تعرفي يا أمتي على قدر آل البيت، تعرفي يا أمتي على مكانة آل البيت. فبكل أسف قل من يتكلم منا عن قدر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، لكنني أعلنها للدنيا كلها، حتى لا يتوهم أحد أن أهل السنة من المؤمنين من الموحدين لا يحبون آل بيت سيد النبيين، لا ورب الكعبة، بل نتقرب جميعا إلى الله بحبهم، بل نتقرب إلى الله جميعا بحبهم، ونسأل الله جل وعلا أن يحبنا بحبنا لهم استجابة منه سبحانه لدعاء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. من أجمل وأرق ما قرأت في هذا الباب ما رواه مسلم وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. تقول عائشة: فدخل الحسن فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرط، أي تحت هذا الرداء الذي يشبه العباءة، والعباءة تصح للذكر والأنثى كما قال ابن منظور وغيره. قالت عائشة رضي الله عنها: فجاء الحسن ابن علي ابن الزهراء البتول فأدخله النبي في المرط، أي تحت الرداء. قالت: ثم جاء الحسين فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت فاطمة فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء علي فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله الله، هؤلاء هم أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هل وقفتم على هذه الكرامة؟ هل استوعبتم هذه المكانة؟ والله أشعر ورب الكعبة أن قلبي يكاد أن يقفز. هل استشعرتم هذه المفردات؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يا الله، يا لها من كرامة ويا لها من مكانة. ماذا أقول بعد ذلك في حق الزهراء البتول بنت حبيبنا الرسول، وها هي تحدثنا عن نسبها وتبين لنا شرفها، فهي صاحبة الشرف الذي لا يدانى، سليلة الشرف النبوي الذي لا يدانى، صاحبة المكانة التي لا تبارى، صاحبة الأصل الطاهر الذي لا يجارى. من يقول ومن يحدث أهل الأرض عن فاطمة؟ ومن من البلغاء الفصحاء يستطيع أن يبين للناس قدر الزهراء؟ والله لا أحد، وأنا أعي ما أقول، والله لا أحد، إنما هو اجتهاد مني على قدر جهلي وعلى قدر ضعفي وعلى قدر بضاعتي، أجتهد في أن أرسم من خلال هذه الكلمات النورانية الربانية والنبوية صورة حقيقية مشرقة ناصعة طاهرة للزهراء البتول بنت حبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك للزهراء من المناقب والفضائل والخصائص ما سمت به في سماء الشرف، وما أضاءت به في سماء العز والمجد والطهر والكرم والسؤدد. نعم، ذكرت لحضراتكم حديث أبي موسى الأشعري آنفة من في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صاحبة العقل الكامل، فهي من النساء الكمل على وجه الأرض من لدن حواء
إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة وفاطمة بنت محمد، ممن آتاهم الله جل وعلا العقل الكامل، العقل الراشد، ويا لها من منقبة، ويا لها من كرامة بشهادة الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ثم تدبروا معي هذه الرواية الجميلة الجميلة. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه والإمام الأجري في الشريعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وعند أحمد والترمذي من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم جميعا، اسمع اسمع وتدبر هذا الكلام الغالي من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال الحبيب: هذا ملك، هذا ملك، هذا ملك من السماء لم ينزل إلى الأرض قط قبل هذه الليلة. تدبروا بالله. قال الحبيب: هذا ملك من السماء لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة. استأذن ربه عز وجل، يا إلهي، استأذن أي الملك ربه عز وجل أن يسلم علي، أي أن يسلم على الحبيب المصطفى، ملك يريد أن يسلم بنفسه على رسول الله. استأذن ربه عز وجل أن يسلم علي وأن يبشرني، تدبر البشرى، وأن يبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الله، تسمع الرواية تاني؟ حاضر، كأني أسمع القلوب والله قبل الألسنة تردد. نعم نعم، نريد أن نسمعها بل مرات. يقول الحبيب: هذا ملك من السماء لم ينزل إلى الأرض قط قبل هذه الليلة. استأذن ربه عز وجل أن يسلم علي وأن يبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وأرجو أن تعلموا أن فاطمة رزقت بالحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. في رواية جميلة في مستدرك الحاكم وسنن الترمذي بسند حسن من حديث أم المؤمنين عائشة، وأرجو أن أذكر بأن الأحاديث في حديثي عن الزهراء حين تكون من عائشة فلها مغزى ولها معنى، وواجب على أهل الأرض أن يفطنوا لذلك حتى لا يتطاول أحد على أم المؤمنين عائشة وهي تكرم الآن أهل البيت وتشهد لعلي وتشهد للزهراء وتشهد للحسن والحسين، فهي راوية الحديث الذي ذكرته آنفة حين أدخل آل البيت المرط أو الرداء. لا ينبغي أن يتطاول أحد من العقلاء من المتجردين المنصفين على حبيبة سيد المرسلين وإمام النبيين، على الصديقة بنت الصديق. وسنقضي ليلة معها بإذن الله في الليالي القليلة المتبقية من الشهر الفضيل. نعم أيها الأفاضل، اسمع وتدبر. تقول عائشة: سئلت أي الناس كان أحب إلى رسول الله؟ قالت: فاطمة. الله أكبر، خلي بالك، سئلت أم المؤمنين عائشة، فلتسمع الدنيا، فليسمع من يسيئون إلى الصديقة بنت الصديق. ما مكانة الزهراء في قلبها؟ وما مكانة علي عندها؟ سئلت أم المؤمنين عائشة: أي الناس كان أحب إلى رسول الله؟ قالت: فاطمة. قيل: من الرجال؟ نحن نسألك عن الرجال. قالت: زوجها. الله أكبر، يعني عليا. قالت: زوجها. ثم قالت: